بعد انقطاع دام لسنوات، عمل تلفزيوني خليجي مشترك بين تلفزيون أبو ظبي وتلفزيون البحرين يصور في اللاذقية. العمل يعني تم بجهود يعني أكثر من جهة منتجة، وإحنا هنا في سوريا هم شاركنا في شركة سورية شاركت في إنتاج هذا العمل. والعمل يعني من الأسامي الموضوعة فيه كإخراج أحمد يعقوب المقلة وتأليف إسماعيل عبد الله، أيضا إنتاج مشترك بين مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، تحديدا في تلفزيون أبو ظبي. فالعمل ماخذ انطباع خليجي تام، وأهم ممثل خليجي سعد الفرج هو بيكون بطولة هذا العمل. احنا رأينا انه ممكن يتم الأجواء الجميلة واللي تعطي الحالة الأوروبية في سوريا، فخاطبنا شركة إنتاج من أهم الشركات الموجودة في سوريا. ما أنتم شايفين احنا في محطة قطار، ما قصروا يعني هيئوا الأجواء المناسبة بحيث أن يعطي البيئة الأوروبية. فالحمد لله يعني لحد ما توفقنا في أن احنا نوصل الصورة اللي احنا نبغيها. دوري بالمسلسل شخصية سعود ابن عبد العزيز اللهوب. الدور أحداث قصة سعود ما بين الماضي والحاضر. تركيبة الشخصية شوي معقدة. يمكن يميز الدور في حالات نفسية كثيرة مختلفة. سعيد جدا بهذه التجربة، وسعيد بتواجدي اليوم في سوريا هذا البلد العظيم. كان بالنسبة لي طموح أني بيوم من الأيام أزور هذا البلد. التقيت بأهل سوريا، الناس الطيبين، أغرقونا بكرمهم وبطيبتهم، وكذلك عندنا مشاركة من نجوم سوريا، ونحن سعيدين جدا بالتعرف عليهم والتعاون معهم بهذا العمل. العمل يشارك فيه أهم الممثلين الخليجيين، واختيارهم لسوريا مكانا للتصوير بسبب الأجواء الجميلة والتي تعطي الحالة الأوروبية.